مع بدء العد التنازلي لعيد الفطر المبارك، تواصل الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض استعداداتها لاحتفالات العيد، فالأعمال تجري على قدم وساق وبوتيرة متسارعة في منطقة قصر الحكم. هذه المنطقة التاريخية والعريقة منذ عهد المؤسس سوف تحتضن العديد من الفعاليات والأنشطة في هذا العيد. الفعاليات عندنا تبدأ من أول أيام العيد إلى ثالث أيام العيد، من الساعة 5 مساء إلى الساعة 11 مساء. تتوزع الفعاليات في ساحة الصفا وميدان العدل وساحة المصمك. عندنا في ساحة الصفا منصات العروض الحرة، وفي ميدان العدل عندنا المسرح الرئيسي الذي يقدم الكثير من الفعاليات والأنشطة التفاعلية مع الجمهور، بالإضافة إلى أركان الأطفال في قلعة الألوان في جنوب ساحة العدل، بالإضافة إلى مسرح مخصص للأطفال فيه المسابقات والفعاليات الهامة الموجهة للأطفال من عمر 8 سنوات إلى 15 سنة بجوار ساحة المصمك. لدينا أيضا مواكبة للفعالية الأبرز الرياضية كأس العالم خلال أيام العيد وخلال أيضا مدة البطولة بشكل كامل. وحول برامج العيد، أوضحت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بأنه تم تجهيز العديد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية والثقافية المتنوعة والموجهة لكافة شرائح المجتمع بهدف إبراز الجوانب التراثية والثقافية لهذه المناسبة الدينية والاجتماعية في مدينة الرياض، وزرع البهجة والسرور لدى جميع أهالي العاصمة وزوارها. لقناة الإخبارية، عبد الله الحزيمي، الرياض.